تعرف تسمعوا عنا في العالم. بعرف كان في تحديات كثيرة بس فريق العرب حضرتك في كامل كان أبدا وراء لحق في عالي جدا كان في تنظيم عالي من جهتكم اليوم وأعتقد أني سعيد اليوم إني أبعد كأس القاب الآسيا بعد سنتين فعلا جسر تحيا مصر اللي أخذ تنفيذه أربع سنوات بالنسبة للمكون العرب واحد مشرفين عليه وسجل رقم قياسي أعلى أعرض جسر معلق العالم 76